مشاهدينا اهلا بكم في تاني فقراتنا الحواريه. فقرتنا هنتكلم فيها عن صحه الحيوان. صحه الحيوان الحقيقه مش عايزه اقول ان هي لا تقل اهميه عن صحه الانسان، لان احنا بنتعامل مع الحيوان بالدرجه الاولى، سواء المربين او اننا بنتناول هذه الحيوانات سواء كان من الطيور او اللحوم. انفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير قلقانه جدا جدا، فما بال حضراتكم بقى لو لا قدر الله انتشر هذا المرض. وحضراتكم تتذكروا ان في سنه من السنين كان في مشاكل كبيره جدا في موضوع انفلونزا الطيور والخنازير، وتقريبا الناس بقت ممنعه، يعني عامله مقاطعه للطيور او للحوم. مشاكل كتير جدا ممكن يعاني منها الحيوان بشكل عام لو ما فيش وقايه، لو ما فيش دراسه، لو ما فيش باحثين. هنعرف ازاي نهتم بصحه الحيوان وازاي المربي يكون بالدرجه الاولى على وعي عالي جدا جدا من الثقافه اللي تخليه يوصل بالحيوان بتاعه لاقصى معدلات الامان. الاسئله دي هنعرف اجابتها من الاستاذ الدكتور عصام محمد ابراهيم، وكيل معهد بحوث صحه الحيوان للتشخيص وصحه الاغذيه. اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بك يا دكتور. دكتور استاذنك ناخد مشاهدينا ونطلع نشوف تقرير سريع ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. المحافظة على ثرواتنا الحيوانية وحمايتها من أولى اهتمامات وزارة الزراعة ومركز البحوث. كاميرا اللون الأخضر تسرد لكم فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لمعهد بحوث صحة الحيوان تحت عنوان صحة الحيوان رؤية حماية وتطوير. المؤتمر الحقيقة بيشمل على ما يقرب من 45 بحث علمي في مجالات متخصصة، بيشارك في هذا الحدث ما يقرب من 300 باحث على مستوى الجمهورية. معهد بحوث صحة الحيوان طبعا ليه فروع، حوالي 33 فرع موزعة على محافظات الجمهورية. في تناقش هذه الأبحاث إن شاء الله في خلال 5 جلسات علمية بتنعقد بالمركز الدولي للزراعة والعلاقات الزراعية الخارجية ومعهد بحوث صحة الحيوان. أيضا بيشارك في هذه الوفود العربية في دولة قطر ودولة العراق. عندنا طبعا الحقيقة كم هائل من السادة الباحثين والعلماء في مجالات متخصصة ومختلفة بالنسبة للثروة الحيوانية وصحة الحيوان. احنا أنشأنا المعهد، هو الجهة المسؤولة عن تشخيص الأمراض الحيوانية في جمهورية مصر العربية وتأكيدها، يعني ممكن أعراض تتشابه مع حاجة تانية، لكن عزل الميكروبات المسببة هو اللي بيحدد إذا كان ده الاتجاه إيه والميكروب شكله إيه، وبالتالي يبقى العلاج إيه أو المقاومة إيه. فإحنا عملنا هناك جمعية علمية عملناها من سنتين وأشهرناها تبع الشؤون الاجتماعية كالقوانين العادية الطبيعية، ومنها ابتدينا نعمل حاجتين، نعمل مؤتمرات علمية للقاء المربيين والمعلمين والأطباء الزملاء اللي في الأرياف، ونعمل مجلة علمية كمان تنشر الأبحاث. مؤتمر بيضم 45 بحث في مختلف مجالات الطب البيطري، سواء كانت في مجال صحة الأغذية أو في رعاية الحيوان أو في الفيروسات والبكتيريولوجي. وكمان هيتضمن النهاردة المؤتمر مجموعة من الندوات، منها ندوة للدكتور سيد بكري عن استخدام الخلايا الجذعية أو الطب التحفظي في أمراض الحيوان وفي العلاج. وكمان هيكون معنا دكتور سيد عبد الوهاب، ده باحث معنا من المعهد وبيشتغل في معهد فريدريش لوفلر في ألمانيا، وهيكلمنا على أنفلونزا الطيور واستخدام اللقاحات الجديدة ليها وإيه المتوقع في مجال الريفرس جيناتكس. أساسيات الثروة الحيوانية: أعلاف جيدة، سلالات جيدة، حماية من الأمراض، فاكسينات جيدة، كل هذا أساسي مع النظافة والتطهير والإجراءات الصحية والأكل بطريقة سليمة. مفيش حاجة اسمها ما تفطرش أو الحيوانات ما يفطرش، حتى لو أنت قصرت في حق نفسك وما فطرتش الصبح ونزلت، ده بيأثر على صحتك وبيأثر على حاجات كتيرة في عملك اليومي. كنا معكم ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لمعهد بحوث صحة الحيوان.
للمحافظة على ثرواتنا الحيوانية ورعايتها. رامي أحمد، قناة مصر الزراعية. مشاهدينا في كل مكان، اهلا بحضراتكم من جديد. حابه بس في البدايه اشكر زميلي رامي احمد وعلاء شعراوي على هذا التقرير. دكتور اهلا بحضرتك مره ثانيه. خلينا في البدايه نبتدي بالمؤتمر الثاني للجمعيه العلميه لمعهد بحوث صحه الحيوان. قول لي فعاليات هذا المؤتمر واهم التوصيات اللي ممكن نخرج بها. الحقيقه مؤتمر الجمعيه العلميه لمعهد بحوث صحه الحيوان هو ده ثاني مؤتمر بتعقده. احنا عقدنا المؤتمر الاولاني كان في نهايه 2011 وده اخر 2012، وده المؤتمر الثاني. الحقيقه المؤتمر ده تحت عنوان صحه الحيوان رؤيه وتطوير او حمايه وتطوير. الرؤيه بالنسبه للمعهد عامه او للجمعيه هي ان احنا لينا هدف معين. احنا هدفنا ان احنا بنعمل او دورنا هو حمايه لثلاث حاجات: حمايه لصحه الحيوان، وحماية للثروة الحيوانية داخل مصر والثروة الداجنة، وحماية تانية هي حماية للصحة العامة من الأمراض المشتركة اللي ممكن تنتقل من الحيوان أو من الطيور إلى الإنسان. الحماية الثالثة هي حماية البيئة من المسببات المرضية. دي الدور الحماية اللي بيقوم بها المعهد. بالنسبة للتطوير، احنا لينا دور في تطوير التشخيص. احنا معامل المعهد بحوث صحه الحيوان هي معامل معتمده دولي طبقا للمواصفه ايزو 17025. يوجد بالمعهد اكثر من 13 قسم ومعمل بحثي، دول معتمدين دولي، بالاضافه لبعض المعامل الفرعيه، حوالي 7 معامل فرعيه من 33 معمل فرعي بيغطوا كافه محافظات الجمهوريه. فالحقيقة التطوير بالنسبة لنا احنا ما بنقفش عند مرحلة معينة، بالعكس احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نطور في وسائل التشخيص. وفرنا في المعهد بعض الاجهزة المتطورة والحديثة لسرعة التشخيص وسرعة اصدار النتائج. ان كل ما بشخص بدري او مبكر، كل ما بيكون طريقة التعامل مع الحالات المرضية بتبقى اسرع واسهل والاستجابة بتبقى سريعة. يعني بالنسبة لي وفرنا جهاز من ضمن الاجهزة اللي هو الماس ماس، وده للكشف عن المتبقيات وعن السموم. في جهاز اخر اللي هو الفايتك، ده موجود في قسم البكتيريولوجي، وده الجهاز ده من الاجهزه الحديثه اللي بتسهل لي كتير وبسرعه ان انا اقدر اعرف المسبب المرضي البكتيري، واقدر كمان اعمل له المزرعه من المضادات الحيويه اللي ممكن تتناسب مع الميكروب ده، وبالتالي بسهل وبسرع من اجراءات العلاج واجراءات الوقايه. كمان بالنسبه لنا احنا في خطه بالنسبه لنا ان احنا نزيد من مراحل التطوير، ان احنا ندخل مناهج اخرى او طرق علميه اخرى في التشخيص. احنا عملنا ارسال لبعض الباحثين الموجودين في المعهد لبعض المعاهد العلميه في امريكا وفي اوروبا لدراسه طرق التشخيص باستخدام النانو تكنولوجي، وده في فكر المعهد او في رؤيته الفتره الجايه ان هو يعمل وحده لبحوث النانو تكنولوجي تقوم بالموضوع التشخيص السريع وتساعد في اصدار النتائج او اصدار الحاله الوبائيه اذا كان في ميكروب او غيره، بتسهل لي من التعرف على المسبب المرضي. كمان في حاجه كمان بالنسبه لنا هي وحده الستيم سيلز اللي هي خلايا الجذعيه. الخلايا الجذعيه هي طبعا استخدامها في نطاق الهيومن او البشري الحقيقه كان في استخدام على نطاق واسع، لكن استخدام في النطاق الحيواني كمان بنحاول ان احنا نطبقه او نستخدمه. بس انتشر يا دكتور على نفس المستوى، يعني المستوى البشري برضو استخدام الخلايا الجذعيه يمكن في مصر مش منتشر قوي مقارنه بالدول الاوروبيه. حضرتك شايف ان استخدامه في صحه الحيوان اصبح مجال واسع؟ تمام، هي الفكره دي الحقيقه جايز احنا بننفرد بيها بمنتهى الامانه بمعهد بحوث صحه الحيوان ان احنا نطبق هذه التكنيك. وحاليا احنا عملنا اكثر من ندوه وورك شوب وورش عمل على استخدام الخلايا الجذعيه في العلاج وفي التشخيص.
كانت الفكر بالنسبه لنا ان احنا نعمل انشاء للوحده، والوحده دي دورها زي ما قلت حضرتك بالنسبه للحيوانات. طب دورها ايه في الحيوانات؟ دورها ان انا بزود بعض مثلا في حالات مثلا اصابات التهاب الضرع. التهاب الضرع ده في بعض الحالات فيها بتبقى مصعصيه، فبالتالي بتاثر على الانتاج القومي بالنسبه للالبان، وبتاثر على الحاله الماليه بالنسبه للمستثمر او الفلاح. فبالتالي انا لو يعني جهزت له طريقه او وسيله للعلاج هيبقى اسهل كتير، وهوفر بروتين من النوع اللي هو زي الالبان. ان انا بستخدم هذه الخلايا بستخدمها في علاج بعض خلايا بعض التهابات الضرع اللي موجود. كمان مش كمان في حاجات بعض الحيوانات اللي هي الثمينه زي مثلا الخيول العربيه الاصيله، وزي كلاب الحراسه اللي هي بتبقى اسعارها بتبقى عاليه، احيانا كتير بحتاج فيها للعلاج ان انا استخدم فيها الخلايا الجذعيه، وده بتدي فيها نجاح كويس وطبقت في الخارج، وان شاء الله يكون لينا دور ان شاء الله ان احنا نطبقها داخل مصر باذن الله. الحقيقه دكتور انا ببقى سعيده جدا جدا لما تقول لي يعني تاخدوا وضع كده ان مصر دايما منفرده. حضرتك دايما بتقول ان احنا انفردنا وكنا دايما لينا الاسبقيه، دي حاجه بتسعد اي يعني مواطن مصري. ايه اللي ناقص تاني للباحثين في مجال صحه الحيوان انهم يطوروا هذا المجال؟ ده سؤال كويس. ان احنا عندنا زي ما حضرتك ذكرتي البحوث، هو معهد بحوث صحه الحيوان هو بيشمل شقين، هو الشق التشخيصي والشق البحثي، واحنا لينا دور بحثي لان احنا تابعين لمركز البحوث الزراعيه. الدور التشخيصي ان احنا زي ما قلت حضرتك اللي هو حمايه الثروه الحيوانيه والداجنه وحمايه الصحه العامه وحمايه البيئه، ده دورنا التشخيصي. نفس الكلام بيدور برضه في فلك الدور البحثي، ان احنا بنوجه ابحاثنا الى تطوير وسائل التشخيص وتطوير الـ وسائل العلاج، زي ما قلنا موضوع الستيم سيلز او الخلايا الجذعيه ده احدى وسائل العلاج، فبالتالي انا بطور من وسائل العلاج ووسائل التشخيص. فبالتالي احنا عندنا مجموعه كبيره من الابحاث. يعني لو بصينا للمؤتمر اللي حضرتك اشرتي اليه، المؤتمر ده فيه 45 بحث علمي، فيهم نسبه كبيره من الابحاث اللي تمت على استخدام تكنولوجيا النانو تكنولوجي في التشخيص. كمان في بعض الابحاث وبعض الرسائل موجوده في المعهد، عندنا في اربع رسائل موجوده في قسم بحوث الباثولوجي، الاربع رسائل بيتناولوا استخدام الخلايا الجذعيه في علاج العديد من الامراض، منها علاج المرض السكري ومنها علاج التهابات المفاصل ومنها حاجات كتير جدا بتتناول بعض الامراض اللي ممكن تصيب بعض الفصائل الخيليه او الحيوانات اللي هي الثمينه، وكذلك استخدامها في علاج بعض التهابات الضرع او التهابات المزمنه في بعض الحيوانات الاخرى. تمام، حضرتك اتكلمت على طرق العلاج ومنها استخدام المضادات الحيويه. الحقيقه ان في بعض الناس ممكن يصرفوا في استخدام هذه المضادات، فازاي بتقننوا العمليه دي وازاي كمان بتتعاملوا مع المربيين؟ والله كلام حضرتك كلام سليم جدا. بالنسبه للمضادات الحيويه، المضادات الحيويه طبعا استخدامها العشوائي او زي ما اشار احد الزملاء في الريبورتاج او في التعليق، استخدامها العشوائي طبعا ده مش سليم. المفروض ان انا بستخدم المضاد الحيوي في الحالات اللي بتستدعي استخدامه. زي ما قلت حضرتك من شويه ان احنا وفرنا جهاز في المعهد اللي هو الفايتك، اللي هو في ان هو بيسهل لي بسرعه ان انا بقدر اتعرف على المسبب المرضي واتعرف على اعمل اختبار الحساسيه واحدد نوع المضاد الحيوي اللي بيستخدم. فبالتالي انا ما بديش عشوائي، ما بديش مضاد حيوي بطريقه عشوائيه وبكميات ليس لها لزوم. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان في بعض المضادات الحيويه المفروض ان انا في سلامه الغذاء او صحه الاغذيه، المفروض ان احنا بنفحص لاي صادرات او اي واردات للاغذيه، بنفحص على بقايا المضادات الحيويه، لان بقايا المضادات الحيويه في بعض المضادات الحيويه بيكون ليها تاثير بالنسبه لانتقالها او بيكون ليها تاثير بتقلل من كفاءه المكون او اللحمه او غيره، بتقلل من كفاءتها وبتاثر على انها بتدي بتخلي جسم الانسان لو هو بياكل مثلا بعض اللحوم مثلا بتاخد مثلا بعض المضادات الحيويه اللي ما بتاثرش مثلا بالحراره بطريقه عاليه، فبالتالي بيبقى تركيز هذه المضادات الحيويه بتبقى عاليه في جسمه، وبالتالي ساعه ما بيكون لا قدر الله في حاله اصابه مثلا او في حاله مرض ويجي يحتاج لهذا المسبب هذا المضاد الحيوي، بالتالي ما يكونش ليه اي تاثير بالنسبه له، ان هو جسمه خد مناعه لهذا المضاد الحيوي او الميكروب الموجود داخل جسمه خد مناعه ضد هذا المضاد الحيوي وبالتالي ما يكونش ليه تاثير.
التشخيص بيبقى دايما اولى طرق للعلاج، والحقيقه دور المعهد بيبقى واضح جدا في علاج الكثير من الامراض. ولكن تشخيص بقى ظهور الاتش 1N1، يعني يمكن جالنا فتره كان عندنا كلنا هلع وذعر من انفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير، تشخيص حضرتك ايه السنه دي للحاله في مصر؟ والحقيقه ان في الكثير من المحافظات اعلنت ان خلوها تماما من سواء انفلونزا الخنازير او الطيور. تمام. هو موضوع الاتش 1N1 يعني هو طبعا كان ليه شوط كبير في 2009 وفي 2010، ده حقيقي، وكان في مشكله موضوع الخنازير، والدوله يعني تصدت لهذا الموضوع بحزم وبقوه. بالنسبه للاتش 1N1، الاتش 1N1 طبعا بيصيب عديد من الفصائل، بيصيب الانسان وبيصيب الخنازير وبيصيب الطيور. ممكن يكون في التركيب الجيني بيختلف في بعض الاحيان من واحد للاخر، لكن بيتفقوا احيانا ممكن يحصل في زي كابلنج او اتحاد لبعض التركيبات الجينيه وبينتج عنها بعض الفيروسات، ممكن يكون لها تاثير سيء بالنسبه للانسان او للمسببات الاخرى زي الخنازير او الطيور. لكن بالنسبه للحالات بتقول يعني اللي هي في الفتره الحاليه، هي في بعض الحالات طبعا تداولت وسائل الاعلام الموضوع حكايه الاتش 1N1. احنا جات لنا بالفعل جات لنا عينات من منطقه من محافظه الوادي الجديد للفحص للاتش 1N1، والحقيقه كانت النتائج سلبيه بالنسبه للوادي الجديد، لكن انا ما وصلتليش اي عينات اخرى من طيور او من حيوانات من هذه من مناطق اخرى من داخل الجمهوريه. لكن احنا جاهزين للفحص للاتش 1N1 وبنفحصه باستخدام البي سي ار، وبنعمل عندنا اجهزه سيكونسنج متطوره موجوده داخل المعهد بوحدات مختلفه، وده بتحدد لي اذا كان في اي ديفيشن او اذا كان في اي تحورات موجوده على العتره اللي كانت اصابت في 2009 و2010، او في اي سلالات جديده او غيره، بتقدر ان احنا نقدر نعمل لها تحديد او تفصيل للصفات الجينيه بتاعتها. تمام دكتور، انا يهمني بالدرجه الاولى اننا بنخاطب المواطن المصري البسيط وتحديدا المربي اللي في بعض منهم غير متعلمين. الناس دول يعرفوا ازاي يعني بمنتهى البساطه كده ياخد الحيوان بتاعه امتى ويتوجه لمعهد بحوث صحه الحيوان لما يشوف ايه الاعراض اللي ممكن تخليه الان ويتوجه للمعهد على طول؟ تمام. هو معهد بحوث صحه الحيوان زي ما قلت لحضرتك هو مقر رئيسي في الدقي، واحنا لينا 33 معمل فرعي متوزعين على مستوى الجمهوريه. احنا بنشتغل ما بنشتغلش لوحدينا، احنا بنشتغل بالتعاون مع الهيئه العامه للخدمات البيطريه، والهيئه العامه للخدمات البيطريه ليها مديريات وليها وحدات موجوده داخل كل قريه في مصر. التعاون بيكون من خلال مأموريات بتبقى مشتركه، يعني المزارعين او المربين اذا كان في اي حاله مرضيه عنده، اعراض حراره مرتفعه، وجود مثلا سيوله في اللعاب او وجود تقرحات في الفم او اي من الاعراض الاخرى. تاني معلش يا دكتور، ارتفاع في درجه الحراره، ارتفاع درجه الحراره، او وجود او نفوق او سيوله في اللعاب، او وجود تغيرات موجوده داخل الفم بالنسبه للحالات الحمى القلعيه، او اي او حالات اسهال او غيره، او اي حالات مرضيه ظهرت. استاذنك في حاجه، هل لو في حاله واحده ظهرت في العنبر بالضروري ان تكون لا قدر الله العدوى انتشرت العنبر كله ولا لا؟ هي اغلب الامراض الفيروسيه بتنتقل من حيوان لاخر، وبالذات في الاماكن المغلقه. كمان في نقطه ان هو تطبيق متطلبات الامان الحيوي في المزارع ده مهم جدا، ده بيحد بطريقه كبيره من انتشار المرض او سرعه انتشاره. يعني انا لو بطبق داخل المزارع، واعتقد ان في بعض المزارع موجوده في مصر بتطبق متطلبات الامان الحيوي الى حد ما. اللي هو متمثل في ايه؟ متطلبات الامان الحيوي طبعا بتتمثل في حاجات كتير، منها ان انا السبله اللي موجوده في العنابر المفروض ان هو يبقى فيه قطع سريع ودوري للسبله وتخلص منها، التخلص الامن منها. لو في حيوانات نفقه برضو بيتم التخلص الامن طبقا للمتطلبات الصحيه للحيوان النافق. بالنسبه لدخول وخروج العاملين برضو لازم يكون في اطار معين من في بروتوكولات وفي نظم معينه للمتطلبات الامان الحيوي. يعني العامل المفروض ان هو ما ينتقلش من عنبر مصاب لعنبر مثلا غير مصاب، المفروض ان هو بيستخدم الماء والصابون باستمرار للغسيل.
لو دخول لو عندي مزرعه المفروض ان يكون في حوض موجود في مقدمه باب الدخول للمزرعه، الحوض ده بيكون مليان بالميه وبالمطهر، لو داخل عربيه لازم تكون تتغسل او تترش بالمطهر، لو عندي بالنسبه للعمال المفروض ان هو بيغسل ايديه وبعض الاحيان بيحتاج ان هو يلبس بعض الملابس الخاصه بالامان الحيوي وهو داخل بعض العنابر، وده بيتطبق في بعض العنابر او في بعض المزارع. لكن في النسبه للفلاح او المزارع ان هو بقدر الامكان زي ما قلت حضرتك ان هو ما بيخليش سبله موجوده باستمرار، ما يخليش الحيوان يرقد على سبله بيكون فيها الميه باستمرار وما بتشلش بتاعش السبله من تحت الحيوان باستمرار، انه بيغيرها على اساس ان هو ما بيبقاش وسيله لانتقال المرض من واحد للاخر. تمام. التطور التكنولوجي يا دكتور مهم جدا عفوا عشان نقدر نرتقي بمستوى البحث العلمي عموما بشكل عام وبشكل خاص التشخيص. التطور التكنولوجي واصل في المعهد عند حضراتكم لحد فين؟ تمام. التطور التكنولوجي احنا لقينا على فكره يعني اكتر من طريق او اكتر من اتجاه بنسلكه. في اتجاه ان احنا بنبعت الزملاء الباحثين من داخل المعهد للمعامل الدوليه لاكتساب المهارات واكتساب الخبرات للتقنيه في الفحوصات. يعني بيتعلم تكنيك جديد او بيتعلم اسلوب جديد في التشخيص، بيتعلم على جهاز جديد، بيتعلم على بينقل بعض الوسائل التشخيص الجديده زي مثلا النانو تكنولوجي بنقله، الاستخدام الستيم سيلز برضه نفس الكلام، احنا بعتنا برضه بعض من الزملاء على اساس ان هو يبقى في نقل للخبره من المعامل المرجعيه الدوليه. دي حاجه. الحاجه الثانيه احنا بنعمل باستمرار، احنا معتمدين زي ما قلت حضرتك في للمواصفه 17025 في عدد كبير من الاقسام والمعامل الفرعيه، والاعتماد بتاعي ده ما بيتمش الا اذا عملت اختبار كفاءه مع المعامل المرجعيه الدوليه. بيتم ارسال عينه عشوائيه من المعامل المرجعي الدولي وبيتم فحصها داخل المعهد مع اكثر من معمل على مستوى العالم، وبيتم تقييم نتائج الفحص، والحمد لله احنا اجتزنا العديد من اختبارات الكفاءه وفي عديد من فروع العلم داخل الطب البيطري، والحمد لله كانت نتائجنا كويسه جدا فيها. دي حاجه. الحاجه الثانيه او الثالثه هي ان احنا بنعمل اتفاقيات مع المعامل المرجعيه الدوليه، زي عملنا اتفاقيه مع معهد هاربن في الصين ده لمده 10 سنوات للتبادل الخبرات والتبادل العلمي. كمان بندعي الاساتذه والخبراء في الاو اي اي اللي هو منظمه صحه الحيوان، وفي الفاو منظمه الاغذيه والزراعه، وفي الهيئات العالميه بيجوا في مصر واحنا بيدوا محاضرات وبينقلوا خبراتهم داخل المعهد، وجايز يعني تطوير الظاهر في المعهد شمل ايضا قاعه المحاضرات. الحمد لله عندنا قاعه للمحاضرات، قاعه قيمه جدا ودي نتشرف بيها داخل مركز بحوث زراعيه. دي اتعمل فيها اكتر من ندوه واكتر من ورشه عمل، وحضرها ناس مميزين زي دكتور مصطفى السيد بالنسبه في الحالات السيم سيلز او في النانو تكنولوجي، كمان بعض المتخصصين في السيم سيلز وغيره من الفحوصات الاخرى. تمام. حضرتك ذكرت تعاون مع الدول الاوروبيه، الحقيقه انا بشوف ان احنا دايما مختلفين، حتى العطره اللي عندنا في بعض المصلات او يعني العطرات اللي مختلفه داخل دول اوروبا عن مصر، ليه احنا دايما بيبقى عندنا عطرات مختلفه وقد تكون حاده اكثر من الخارج؟ العطره او المسبب المرضي المفروض ان هو بيبقى ليه اكثر من عطره. ممكن جدا يبقى فيه مثلا زي مثلا وليكن مثلا حمى القرعيه، اللي هو الحمى القلعيه ممكن الاقي انا عندي سبع عترات من الحمى القلعيه اللي هي الاي والاو والسات 1 والسات 2 والسات 3 والاشيا 1 والسي. العترات دي ممكن جدا تصيب مثلا منطقه، مثلا منطقه بتاعتنا مثلا وليكن مصر، مصر ومنطقه حوض النيل، يصيبها مثلا الاي والاو. احنا عندنا في مصر الاي والاو والسات 2، في بعض الدول الاخرى بيبقى عندهم مثلا سات 1 وسات 2، في بعض المناطق الاخرى بيبقى عندها مثلا سي، فبتختلف من منطقة الأخرى. دي حاجة. الحاجة الثانية التحورات اللي بتتم على بعض العترات، أنا ما باجي أعمل لقاح للتصدي للأمراض، اللقاحات دي وظيفتها إن هي بديها للحيوان علشان تديله مناعة وتحافظ عليه أو تحميه من الإصابة بالميكروب ده تاني، إنه يتصاب بيه تاني. فأنا اللقاح بعمله إن أنا باخد من العترة الموجودة داخل مصر، ما أجيبش العترة الخارجية، لأن العترة الخارجية هتدي لي أجسام مناعية مطابقة لهذه العترة وبالتالي هي مش موجودة عندي، فأنا هصد إيه؟ أنا هصد العترة الموجودة عندي في قلب بلدي.
فبالتالي احنا بيتم داخل المعهد بيتم عزل المسببات المرضية وهي الفيروسات والبكتيريا، وارسال تلك العترات بنبعتها لاماكن تصنيع اللقاح اللي هي زي معهد بحوث الامصار واللقاحات في العباسية وزي الفاكسيرا وبعض الشركات القطاع الخاص، علشان يتم انتاج اللقاح ويتم استخدامه عن طريق الهيئة العامة للخدمات البيطرية وهي ليها دور كبير في موضوع التحصينات لتحصين الحيوانات، وبالتالي بقدر اصد المرض. وده الاختلاف اللي ما بيني وما بين الدول الاخرى، ان انا لازم ان انا اعمل عتره، اعمل لقاح اعمله من العتره المحليه، ما اعتمدش على عتره خارجيه. وبالظبط دكتور، انا الحقيقه انا كنت برضو بسجل عند حضراتكم تقريبا في المعهد، بس مش متذكره كانت لاي عتره بالظبط، كنا احنا منفردين بعلاج هذه العتره، مش متذكره سات 2 او سات سي 3 مش فاكره بالظبط. الحقيقه ان ده كان برضو انجاز ان احنا انفردنا وما اعتمدناش على الخارج. هل احنا ممكن نطبق ده في كل العتر؟ هو كلام حضرتك طبعا كلام سليم. هو مش العلاج، هو العزل للعترة نفسها. بالزبط. تمام. احنا في المعهد بخصوص صحة الحيوان الحمد لله يعني اكتشفنا العترة الاي في 2006 وده كان من المعهد للحمى القلعية. اكتشفنا فيروس الانفلونزا في 2006، اكتشفنا العترة السات 2 في 2012 في شهر 3/2012 اكتشفناه، وده الحمد لله رب العالمين كان ده زي ما قلت حضرتك في الاول ان هو سبق لينا، والحقيقه هو سبق لينا، واحنا بالتعاون مع الهيئه العامه للخدمات البيطريه الحقيقه احنا على طول اول باول بنعمل حملات استبيان او تقصي للمحافظات الجمهوريه لكافه الحالات، في حملات تقصي نشط وفي الحملات اللي هي الباسيف، ودي بتستمر باستمرار وريجولارلي او دوري بنعملها ده، علشان لو في اي حاجه جديده بنقدر ان احنا نقدر نعمل لها تحديد او نقدر نعزلها، وبنقدر نعرف هل في تغيرات ظهرت على هذه العتره او ما ظهرتش من خلال ان انا بعمل التسلسل الجيني او التركيب الجيني للعترات دي، وده اللي بيتم داخل معامل المعهد. الحقيقه انا كنت سعيده جدا بان انا كنت موجوده عند حضراتكم وقابلت بعض الباحثين وقالوا لي ان احنا فعلا يعني لينا اولى الخطوات في هذا الموضوع. مش بس كده، المعهد نفسه فيه كميه من الاجهزه، الحقيقه انا شخصيا ابهرتني، عندنا كميه من الاجهزه عاليه جدا جدا، كمان عندنا باحثين على قدر عالي من الثقافه والعلم. ايه اللي ناقصنا عشان نطور هذا المجال؟ الحقيقه احنا برضو واخدين فيه خطوات عاليه جدا. الحقيقه حضرتك بتتكلمي فيه ده كلام منطقي، وكلام هو ده رؤيه المعهد زي ما حضرتك ذكرتي في الاول، ان هو الموضوع المؤتمر هو رؤيه، هو ده رؤيتنا ان احنا نبقى معامل مرجعيه دوليه للعديد من الامراض، وهو ده المطلوب ان احنا نعمله، ان احنا نبقى معمل مرجعي دوري او دولي للعديد من الامراض، وده اللي احنا بنسعى ليه. احنا الحمد لله زي ما حضرتك ذكرتي احنا عندنا ناس من الخبراء او من العلماء موجودين داخل المعهد، والحمد لله يعني تجاربهم واحتكاكهم الخارجي من خلال السفريات ومن خلال المشاريع البحثيه والابحاث اللي عملوها تديهم الثقل ان هو يبقى يعني يوازي او يواكب التطورات الموجوده داخل العالم. وعندنا العديد برضو من الاجهزه زي ما حضرتك ذكرتي موجوده داخل المعهد. لينا ميزة كمان ان احنا لينا يد طاولة موجودة داخل كل الجمهورية، لينا معامل فرعية في كل محافظات الجمهورية، ومش بس المعامل فرعية بس، لا احنا بنطور المعامل الفرعية الموجودة عندنا، والدليل على ذلك ان احنا اعتمدنا 7 معامل فرعية خارج المقر الرئيسي للمعهد. كمان في حاجة ان احنا بنعمل حاليا او احنا انجزنا او عملنا معمل امان حيوي ذو مستوى ثالث، وده عشان يتعامل مع بعض العترات او بعض المسببات المرضيه زي الفيروسيه او البكتيريه اللي هي ليها خطوره شديده، زي مثلا السعار او زي مثلا حمى الوادي المتصدع او زي البروسيلا او زي السل. فالمعامل دي احنا حاليا بننشئ المعمل ده وبنجهزه. اضافه لكده احنا حاليا تم انشاء مبنى الحيوانات التجارب، وده الحقيقي ملوش مثيل حاليا في داخل جمهوريه مصر العربيه، وده على مسؤوليتي ان هو مفيش ليه مثيل داخل جمهوريه مصر العربيه، وبنعمله حاليا برضو على احدث طراز برضو، وبيكون بيتمتع برضو بتطبيق متطلبات الامان الحيوي داخل المعالم.
طب يا دكتور الحاجات الحلوه دي قوي، والحقيقه انا برضو لما دخلت المعهد لقيت ان هو اشبه بالمتحف وليس بمعهد، يعني كميه الاجهزه على قدر عالي جدا جدا، كمان من القيمه الماليه العاليه. هل بيبقى في تمويل خارجي؟ هل بيبقى في تعاون ما بينكم وما بين بعض المنظمات الدوليه من ناحيه التمويل تحديدا؟ يعني يهمني موضوع التمويل. التمويل الحقيقي هو تمويل ذاتي من الوحدات الموجوده داخل المعهد وتمويل من الميزانيه، لكن احنا لينا الخارجي حقيقي ما بناش. كان في احيانا في فتره من الفترات اللي هي اثناء فتره انفلونزا الطيور كان في بعض التمويل بسيط، لكن حاليا الفتره دي هي كلها تمويل ذاتي من داخل المعهد. تمام، اتمنى ان شاء الله ان يبقى في دايما تعاون بين مصر وبين جميع دول العالم عشان نرتقي اكتر بمجالنا البحثي. دكتور، حمايه صحه الحيوان هي لها علاقه بالتطوير والبحث وايضا الوقايه، ازاي نلخص هذا المفهوم سريعا؟ زي ما حضرتك ذكرتي، هو طبعا شملت انت حضرتك جمعتي كل الموضوع كله في نقطه واحده. انا لو بتبع نظم الامان الحيوي في المزارع وحتى في عند الفلاح نفسه، وهو الفلاح يعني راجل ذكي جدا وعارف يعني ايه اللي يضر الماشيه بتاعته او حيواناته وايه اللي ينفعها، لو هو تعامل مع الحيوان الموجود زي ما بيتعامل مع ابنه او بنته او حد من داخل الاسره، وانا اعتقد ان هو بيعمل ده. دي حاجه. الحاجه الثانيه هي ان هو لو في اي حاله مرضيه او اي تغيرات ظهرت على الحيوان او ظهرت على الطائر في المزارع، كل ما يعني استعجل في ان هو يبلغ او يبلغ الاداره البيطريه الموجوده او المعمل البيطري الموجود في المعامل الفرعيه، هيبقى اسهل كتير بالنسبه له ان هو يقدر يكافح المرض وان هو يقدر يتخلص من هذا المرض. تمام. ويحمي حيواناته. انا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ الدكتور عصام محمد ابراهيم، وكيل معهد بحوث صحه الحيوان للتشخيص والصحه الغذائيه. شكرا جزيلا يا دكتور. انا بشكر حضرتك، وانا يعني بنتهز الفرصه دي ان انا بقول ان معهد بحوث صحه الحيوان بالمقر الرئيسي بالدقي وفروعه في كافه محافظات الجمهوريه، احنا ابوابنا مفتوحه لكافه المزارعين والمربين، واهلا وسهلا بيهم. رقم تليفوننا هو 374-89022، في أي وقت احنا تحت أمركم، واحنا متعاونين مع الناس كلها ونتمنى النجاح إن شاء الله لمصر بإذن الله. أكيد. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور، احنا دايما طمعانين في علمكم ودايما طمعانين في التعاون اللي بتقدموه لكل الناس. بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور. هما دول علمائنا، هي دي مصر دايما ولادة. مشاهدينا، زي ما ابتديت بالحب هنهي بالحب. الحب بداية ليس نهاية، بداية كل شيء جميل، مشاعر رقيقة وسامية. إن شاء الله سيبكم على ألف خير واشوفكم بكرة بمنتهى الحب. تحياتي إسراء عادل، وإلى اللقاء. Thank you.